السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. في حلقه سابقه اتكلمنا فيها عن اسباب تتليته العربيه. تتليته يعني ايه؟ يعني يبقى المحرك غير منتظم، بيرعش، مهتز، تفتفه، برجله، ايا كان اسمها بقى في بلدك. المهم ان احنا اتكلمنا عن ان جاي لينا عربيه هونداي توسان فيها مشكله ان الموتور بتاعها مبرجل في عدم استقرار، وفي اثناء الحلقه دي قلنا كل الاسباب اللي بتؤدي لعدم انتظام المحرك. ممكن انت تبحث على اسم الحلقه، اسمها لو عربيتك متلته، اكتب كده لو عربيتك متلته عصام غنايم، حلقه مهمه فيها نقط مفيده. وفي اخر الحلقه قلت لكم من خلال قياسنا الكبس المحرك، قلت لكم المحرك ده في الاغلب قبل ما نفكه ان هو هيكون فيه صبابات مكسوره، تمام؟ وفعلا لما حلينا المحرك لقينا فعلا فيه صبابات مكسوره. وفي اخر الحلقه قلت لكم اكتبوا لي اسباب كسر الصبابات او تخمينكم ليه الصبابات اتكسرت في المحرك ده. النهارده باذن الله هنتفرج مبدئيا على النتيجه بعد ما خلصنا العربية، النتيجة بتاعتها عاملة ازاي والاداء بتاعها عامل ازاي، وبعد كده هقول لكم ايه هي الاسباب اللي ادت لكسر الصبابات دي علشان نقدر ان احنا نتجنبها في سياراتنا. حلقة مهمة جدا، حاول انت تتابعها للنهاية. مبدئيا خلونا نسمع صوت العربية بعد ما عملنا الشغل بتاعنا. دور حلقتنا النهاردة برعاية موقع وتطبيق هتلاقي لبيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة في الروابط تحت الفيديو. تمام، ونيجي هنا بقى لاختبار ميزان الميه. شايفين دلوقتي الموتور داير اهو زي ما انتم سامعين اهو، تمام اهو داير اهو. وفي نفس الوقت زي ما شايفين نبضه الميه مظبوطه اهوت، تمام. وخلونا بقى نشوف النبضة بتاعت العربية من الخلف. هنيجي هنا كده، لاحظوا ان مفيش اصوات. كنا في التجربة السابقة كانت العربية بتعمل اصوات غريبة كده، سامع كده ولا اي صوت. يعني احنا دلوقتي عند ديل الشكمان والعربية ما شاء الله دايرة ومفيش اي اصوات. طيب ايه بقى الاسباب اللي ادت لكسر الصبابات؟ ناس كتير منكم وكان كلامهم مظبوط خمنوا ان كسر الصبابات ده ناتج عن ان سير الكتينه او التايمنج بيلت او حزام التوقيت حصل فيه قطع او حصل فيه تحرك او فيه تغيير في توقيت الحركه بتاعته، فده اللي ادى لكسر الصبابات. بس للاسف السبب ده ما كانش في الحاله بتاعتنا، ممكن يكون في حالات تانية، انما في الحاله بتاعتنا ما كانش كده خالص. وفي حالة ان السير نفسه اتقطع، وهي طبعا الكتينة بتاعتها هنا جنزير مش هتتقطع، بس ممكن ان هي التوقيت بتاعها يختل، بس مش يختل لدرجة ان هي تخبط الصباب في البستون. يعني هو الموضوع اللي بيحصل ازاي، بيكون البستون طالع او البستم مثلا طالع، وهنا الصباب او الفالف يكون نازل فيبدأ يخبطوا في بعض فيبدأ يكسروا. في الحالات اللي زي دي لازم يكون البستون، ظهر البستون يكون اتجرح او حصل فيه مشكلة، وزي بقى زي ما احنا شايفين دلوقتي ان هو ما جروش حاجة. دي الصبابات المكسورة، شايفينها اهي، والصواب التاني اهو، تمام. طيب لما هو مش السبب فيه اهو، طيب لما السبب مش حزام التوقيت ممكن يكون ايه تاني؟ اسباب كتير بقى، اسباب كتير جدا. واصدقكم القول، يعني انتوا عارفين انا بتعامل معاكم بكل امانه، ان انا فعلا ما قدرتش اقف على السبب الاساسي اللي حصل بسببه ده. يعني مش هقدر انا اقول لك والله حصل فيها كذا فهو ده اللي كسر الصباب، لا. انا طبعا غيرت الصبابات، الاربع صبابات بتوع الغرفتين اللي كان فيهم مشكله اللي كانت رقم 3 و4، وهبدا ان انا دلوقتي اقول لكم الاسباب المقترحه، الا ان ما كانش فيها اي حاجه مؤكده، ودي للامانه العلميه يعني ما كانش في اي حاجه مؤكده ان انا اقول لكم هو ده السبب الحقيقي. بس احنا المفروض ان احنا في اسباب بتؤدي لكده، واحنا المفروض ان احنا عالجناها كلها عشان نخليها في الامان. اول سبب فيهم ان يكون عندك تهريب ميه، فلو في كبس مع تهريب ميه ممكن يكسر صباب، او الميه بتروح جايه بارده مع صباب بيكون سخن ممكن ان هو يعمل كده. طبعا ما فيش هنا الكلام ده في العربيه بتاعتنا. ممكن كمان يكون علبه البيئه، وده من اهم الاسباب ومن الاسباب المتكرره في العربيات دي، ان علبه البيئه او الكاتاليتيك كونفرتر او المحول الحفاز يبدا يحصل فيه سدد، فالسدد اللي فيه يبدا ان هو يعمل باك بريشر فيبدا ان هو يكسر الصبابات مع الضغط بتاع العدم ومع درجه الحراره العاليه قوي. ممكن برضو ده
سبب وارد، واحنا برضو عالجناه ونضفنا علبة البيئة. ممكن يكون ضعف في خامة الصبابات نفسها، يعني مشكلة تصنيع، ده برضو وارد مش هنقدر ان احنا نحكم فيها، ولكن بنغيرهم ونخليها في الامان. في عندنا اسباب ايه تاني؟ ممكن تكون الرشاشات نفسها فيها غلطة، الرشاشات نفسها بتسيل او الانجكتورز بتسيل او بتحط بنزين زيادة، فده عمل مشكلة مع الصبابات. ممكن ده يعمل توقيت اشتعال مختلف فيبدأ ان هو يعمل انفجار والصباب نازل، او هو قبل ما يقفل للاخر فيعمل اشتعال مسبق فيعمل كده، اللي هي ظاهرة النوكينج دي. ممكن برضو من ضمن الاسباب المهمة ان يكون حصل ترسب كربون عالي قوي قوي، والمكان الجي دي اصلا بيرسب كربون، فعشان كده احنا بنعمل تنظيف كربون. فممكن يكون ترسيب الكربون العالي قوي فراح جاي على الداير بتاع الصباب، فراح جاي حتة في الداير ده جامدة وهو جاي يقفل، حتة رايش جامدة وهو جاي يقفل، من الكربون تروح اطماط تكسره، وارد يعني، برضو مستبعد ولكن وارد. تمام، ترسيب الكربون، لان الموتور ده انا لما فكيته لقيت عليه ترسيب كربون بطريقة صعبة قوي، كان يعني محمل كربون بطريقة فوق الفظيعة يعني. في سبب اخير بقى، كمبيوتر بتاع العربية ممكن يكون كنترول نفسه يسبب كسر صبابات. ازاي؟ بيدي إشارة غلط، يعني بيدي توقيت إشارة غلط، في خلل في الكهرباء بتاعة العربية فيدي توقيت إشارة غلط، فممكن إن هو برضو يأثر بالسلب ويعمل الحركة زي دي. فتقريبا دي كده كل الأسباب. لو في عندكم أفكار تانية أو أسباب تانية غير اللي أنا قلتها اكتبوها لي في التعليقات، ولكن تقريبا دي الأسباب، والمفروض إحنا عالجناها كلها، دورة التبريد رجعنا عليها كلها تمام، علبة البيئة نظفناها، الصوابات اتغيرت، الرشاشات أو الإنجكتورز راحت على المكنة بتاعة تنظيف الرشاشات اللي هي بالألتراسونيك، نظفت قلبها كويس تمام، فلتر هواء جديد، زيت جديد، كل حاجة تقريبا. في ناس قالت برضو ان الزيت لو غلط ممكن، ولكن برضو احتمال مستبعد، هو ترسبات وهي اللي تعمل كده، ولكن برضو احنا غيرنا الزيت بزيت محترم، وطبعا اكيد غيرنا طقم شنبر وغيرنا جلد صباب وغيرنا طقم دليل برضو، ممكن لو طقم الدليل مبوش خالص بس لازم يكون المكنة مسمعة جامد عشان يعمل كده، ممكن لو طقم دليل برضو مبوش قوي فيعمل كده يعني. طبعا عملنا رديل الصبابات. فتقريبا احنا كده عالجنا كل المشاكل، وحابب ان انا استضيف الاستاذ احمد مالك السياره يقول لكم بقى رايه في اللي تم ورايه في النتيجه ورايه في الشغل، واكيد طبعا في الحساب، لان في ناس كتير بتسالني في الموضوع ده. استاذ احمد، عايز اعرفكم، استاذ احمد سيد الناس المحترمه جدا وجنتل جدا، وتخيلوا ان هو جاي لي من 6 اكتوبر، يعني تقريبا 300 كيلو او اكتر، 320 كيلو، 4 ساعات سفر رايح و4 ساعات سفر جاي، يعني مشوار جامد قوي. مبدئيا تنورتين طبعا النهارده بجد والله، ومكانك واستاذ احمد متابعين القدامى لينا والناس المحترمين والمحبين لينا بجد، وانا والله فعلا من القلب للقلب يعني، الحمد لله. يمكن انت حاسس ده، رايك في العربيه مبدئيا، المشكله بدات امتى؟ المشكله بدات وانا ماشي على طريق سفر تمام، لقيت العربيه لقيتها بتتلت بتتلت فجاه. فجاه ما رفعتش حراره، ما عملتش حاجه؟ لا ما عملتش اي حاجه غير تمام. فتواصلت على طول، فكرت ان انا اكلم حضرتك تمام، قلت عليا مشكورا وقلت لي هي كده زعلانه. ف الناس، انا هحط لك المايك عشان الناس تسمعك اكتر تمام تمام. فانت قلت لي هي كده زعلانه، ما تحاولش بقى تمشي عليها اكتر من كده تمام. برد اهو، الناس بتقول انت برد حقيقي ماشي. والحمد لله برضو مشكورا، حضرتك بعت لنا ونش تمام، وخد العربيه تاني يوم وجيت تمام. على هنا وحضرتك عملت فيديو وشرحت فيه الاسباب كلها، وقلت لي كل حاجه هتتصور وتجيلك لحظه بلحظه زي ما احنا، كانك موجود بالظبط في المكان في المركز يعني. وايه رايك في الشغل ده؟ وده اللي حصل، بسم الله ما شاء الله. على فكره بتميز بيها الفكره دي، حلوه قوي. شفت واحنا بنحضر حفل افتتاح مرسيدس عز العرب، عامل يعني توكيل جديد في مصر، او مثلا عامل موقع جديد في مصر، فعاملين في فكره المفروض بتتعمل في مرسيدس المانيا. ايه هي؟ ان العربيه وهي داخله بتتصور بالكامل من جوه ومن بره ومش عارف ايه، بيصوروا فيديو ليها. فقلت لهم انا بعمل الفكره دي وبتفوق بقى ان انا بصور كمان المراحل بتاعه الصيانه. فقالوا لي لا احنا ما بنعملش كده في التوكيل، وانا عارف انهم مش هيعملوا كده اصلا، بس الفكره ان احنا الفكره اللي احنا عاملينها دي فعلا موجوده في المانيا، ولكن في الاستلام بس والتسليم علشان بيحافظ على حاله العربيه، انما مش بتبقى موجوده في الصيانه. احنا هنا بقى في الصيانه بنصور لك كل حاجه قبل وبعد. بالظبط ده اللي حصل، بحيث ان هو يبقى يوم بيوم وكده متابع. أيوة. معانا اللي بيتم يعني. ايوه، من غير ما اتصل، من غير اي حاجه، بلاقي الواتس بيجي لي عليه الصور الداتا اللي بتحصل. بالظبط كده. وايه رايك في الشغل؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، واتعمل اكتر من اللي كنت متخيله، واللي كان بيتقال لي على موضوع البطيخه المقفوله وهنعمل عمره، ما حدش قال لي اي تشخيص. ما حدش قال لك هو الدنيا فيها ايه؟ ما فيش اي حد قال لي اي تشخيص، والسعر اللي بيتقال هو ستاندر بيتقال في اي مكان. رقم ثابت وخلاص. بس ايه اللي فيها ما نعرفش، بس هو رقم ثابت وخلاص. بالظبط كده. طيب
بما انك جبت سيره الحساب، اخبار الحساب معناه ايه؟ بسم الله ما شاء الله، اقل من اللي انا سمعته، اقل من اللي انا سمعته بره بمنتهى الامانه. تمام. والشغل اكتر بكتير من اللي كان هيتعمل، والحاجات الاوريجينال بتاعت العربيه هي اللي موجوده، وهي كل اوريجينال ومصور له القطعه قبل ما تركب بالعلامات المائيه بتاعتها وكل حاجه. تمام بالظبط. طيب النقطه بقى المهمه، لما انت جربت العربيه اخبارها ايه معاك؟ بسم الله بامانه، الاداء بتاعها زي ما كانت قبل المشكله ولا افضل ولا اقل؟ لا افضل، لان هي رجعت تاني سايلنت، يعني هي ما شاء الله رايقه ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يديك خيرها ويكفيك شرها، وانت شرفتنا ونورتنا. شكرا. المهم ده الخدمه اللي احنا بنقدمها، لو انتوا حابين انتوا تتواصلوا معانا بتكتبوا لنا او بتتواصلوا مع الرقم اللي موجود على النت، وطبعا في ناس بتقول احنا مش عارفين نوصل لك، ممكن تكتب رقم عصام غنايم، او ممكن تدخل وتبحث على مركز مهندس عصام غنايم للصيانه، هو توب سيرش، انت مجرد ما تكتب عصام غنايم هيروح يظهر لك في جوجل على طول العنوان اللوكيشن الرقم التليفون، علشان اللي حابب ان هو يشرفنا بالزياره ويتعمل له صيانات محترمه زي دي او عمارات محترمه زي دي. اشوفكم باذن الله على خير في تركيا جايه كتير وحلقات جايه اكتر، والسلام عليكم.